هنا هنتقل الى استاذ محمد ابو النجا ان شاء الله نقابل ان شاء الله. وده هياخدني على الملف السياسي، يعني من اللي قاله سياده النائب محمد صلاح، سياده النائب الصلاح، حلو كده ان شاء الله. فهروح على الملف السياسي، وهي مساله ازاي شفتوا الرؤى السياسيه ل 23 حزب، وليه تم اختيار 23 حزب وانا عندي تقريبا، وصححوني لو انا غلطان، اظن 105 حزب صحيح موجودين في مصر. معيار اختيار ال 23 حزب، الرؤى السياسيه قدرتوا تجمعوها جوه الملف السياسي في هذا البرنامج ازاي؟ طب تمام، باختصار هو الموضوع رؤيه ماذا نريد من الرئيس القادم، هي فكرتها الاساسيه مش مجرد بس الاعداد ال 23 حزب او ال 10 شخصيات عامه او كده، هو الهدف منها في الاخر ان احنا نوصل لاوتبوت ومخرج صح، والاوتبوت والمخرج ده يكون بيعبر على الطيف السياسي الواسع في المجال السياسي وعلى سكيل اكبر او على مستوى اكبر يعبر عن تطلعات المواطنين، يعني ده الهدف الاساسي من القصه كلها. فهي ما كانتش عمليه اجرائيه بس، هي الفكره ان احنا عايزين نوصل لمستهدف، من ضمن المستهدفات مثلا ان احنا نوصل لحكومه سياسيه رشيده، ان يبقى في محور ليه علاقه برفع كفاءه الاداء التنفيذي للحكومه، ده بنتكلم فيه على اجزاء متعلقه بالافيشنسي والكفاءه بتاعه اداره الهيكل الحكومي نفسه، وفي اطار زمني نتكلم على كي بي ايز، مؤشرات تقييم اداء. فبالتالي انا ابقى عارف انا رايح فين وجاي منين، مش مجرد ان انا بتعامل مع ازمات، لا انا عندي استراتيجي وعندي اهداف شغال عليها وبتابع الاهداف دي بشكل دوري. ده على مستوى الكفاءه. على مستوى التمثيل، ان احنا برضو عايزين في خلال الفتره لحد 2030 يكون في 50% من التشكيل الوزاري والدولاب العمل التنفيذي في كل فئات المجتمع، المراه والشباب وغيرهم. والمستوى الثالث ان احنا نضمن ان يكون في تعزيز لفكره الحوكمه والحكم الرشيد، فترفع التصنيف بتاعك والرانكينج بتاعك في مؤشر مدركات الفساد، تعمل نوع من انواع الترانسبيرنسي والشفافيه بخصوص قواعد الافصاح، الوزارات تبقى بتنشر الـ الخطه بتاعتها بشكل دوري، وايه الجاب ما بين المستهدف والواقع بشكل دوري. كل الحاجات دي هتخلي ان المواطن في الاخر يحس ان في حاجه بقت ملموسه، من حيث ان احنا بنحاول نمأسس الامور على قد ما نقدر بشكل يوصل للمواطن، لان هو في الاخر كل الامور الاجرائيه دي لو احنا بنتكلم على ال 23 حزب، ال 15 نقابه، الشخصيات العامه وما الى ذلك، الهدف منه في الاخر ان يبقى ريفلكتد ويبان في مرايه المواطن الخدميه. وقدرتوا مساحات مشتركه ما بين ال 23 حزب والنقابات والشخصيات العامه، قدرتوا توصلوا الى مساحات مشتركه فيما يتعلق حتى بالملف السياسي تحديدا. الحقيقه ده كان يعني شيء عظيم جدا، وحتى النائب اكمل ساهم في عمليه الرصد للبيان الاحصائي، وحتى جزء من التقرير بيان احصائي عن اللقاءات نفسها طلعت ايه، والجزء الثاني ريكومنديشنز او توصيات واجراءات يتم اتخاذها. فاحنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نبلور المخرجات اللقاءات دي مع الرؤى اللي موجوده في تكويناتنا الحزبيه والسياسيه والفكريه، ان احنا نطلع المخرج ده. فبالتالي انت بتحاول تسعى للحاجتين في نفس الوقت، الكفاءه والتمثيل. حلو، انت محتاج الاثنين، انت محتاج السياسي يكون عنده حتة التكنوكرات أو الكلام يبقى على أساس المعرفة، مش مجرد أنك بتراضي الناس. ومن الناحية التانية محتاج التكنوكرات أو الرجل التكنيكال اللي عنده معرفة فنية يكون عنده وعي وحس سياسي، ممكن يقول كلام غير ملائم في ظرف غير ملائم. أنت محتاج الاتنين يكونوا مع بعض.